بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبة جريد 5 ان شاء الله، معاكم مستر احمد ندى. النهاردة في اول حلقات شرح منهج الساينس بتاعنا بتاع جريد 5، طبعا المنهج الجديد طبقا لاحدث تعديلات وزارة التربية والتعليم المصرية. اولا وقبل ما نشرح المنهج بتاعنا او نقول المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه، لازم الاول اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم، وان شاء الله كمان يكون المنهج دمه خفيف عليكم ويكون سهل وبسيط، واقدر اوصل لكم المعلومة بطريقة كويسة، ويا رب كمان اقدر اساعدكم تقدروا تجيبوا الفول مارك في الساينس او تجيبوا الدرجات النهائية في مادة الساينس. ودلوقتي فاصل صغير ونرجع نبدأ الحلقة بتاعتنا. طبعا انتوا خلاص تعودتوا في القناة بتاعتنا ليه بدي فاصل صغير في بداية الحلقة، عشان اي حد محتاج يجيب كتاب او بوكلت او ملزمة او ورقة او قلم علشان وهو قاعد بيتابع معانا يذاكر معانا اول باول، فبديكم فرصة تقوموا تجيبوا الحاجات ديت وترجعوا تتابعوا الحلقة معانا لنهايتها. فاصل صغير ونرجع نبدأ الحلقة مع بعض. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدأ أول حلقة من حلقات شرح منهج الساينس لطلبة جريد 5 الترم الأول. هنبدأ مع بعض بثيم 1 اللي هو المحور الأول، وده بيتكلم عن systems الأنظمة أو الأجهزة. هناخد فيه يونت 1 اللي بتتكلم عن interactions of organisms، يعني تفاعلات الكائنات الحية أو التفاعلات اللي بتحصل ما بين الكائنات الحية. كمان هناخد فيه concept 1.1 اللي هو الكونسبت الأول في اليونت الأولى، اللي بيتكلم عن البلانت نيدز او احتياجات النبات. ويلا بينا بسرعة ندخل على ليسون 1. طبعا كل الكونسبت الاولاني او كونسبت 1.1 بيتكلم عن بلانت نيدز، احتياجات النبات، تمام كده؟ يلا بينا نشوف ليسون 1 هنتكلم فيه عن ايه. طبعا كالعادة وزي ما تعودنا من ساعة ما كنا في جريد 4، ان اي كونسبت بنبدأه بنبدأ باكتيفيتي نمبر 1 اللي هو بيشرح لي فيها او بيسألني فيها سؤال، يقول لي can you explain، تقدر تشرح ويديني معلومة بسيطة او صورة ويشوفني انا عارف معلومات عن الموضوع ده ولا لا. بصوا كده على البيكتشر او على الفيجر اللي قدامنا، الرسمة اللي قدامنا ديت، هنلاحظ ان احنا معانا سيد، بذرة، صح كده؟ البذرة ديت بعمل لها ووترينج او برويها، وكمان متعرضة للسان لايت او لضوء الشمس. بعد شوية السيد ديت حصل لها جيرمينيشن، عملية انبات، البذرة دي نبتت. بعد شوية بقت سيدنج، بقت عبارة عن شتلة، يعني نبات صغير بدأ يظهر الجزء الأخضر منه above the ear surface أو فوق سطح الأرض. طبعا بعد كده النبات دوت بيكبر وبيديني new plant، أو السيد ديت بتكبر وبتديني new plant يعني نبات جديد. طبعا النبات الجديد دوت بيبقى ليه supports أو بعض الأجزاء الأساسية اللي بتظهر فيه، زي الروتس اللي هي الجذور، stem اللي هو الساق، ليف اللي هي الورقة بتاعة النبات، صح كده؟ مش ده اللي احنا شايفينه في الصورة اللي قدامنا؟ فدلوقتي تعالوا نتكلم على الصورة ديت ونعلق عليها. بيقول لي when you observe the figure above that shows the steps of growing up of a pin seed to form a new plant you can find out what the plant need to grow. يعني ايه؟ يعني لما تلاحظ الصورة ديت وتبص عليها هتشوف الخطوات بتاعة نمو بذرة فول، بذرة فول بتنمو، وهتقدر تتعرف على البلانت نيد، احتياجات النبات to grow يعني عشان ينمو عشان يكبر. طيب ايه الاحتياجات اللي النبات محتاجها علشان يكبر، اللي هي البلانت نيدز، احتياجات النبات؟ قال لي نمبر 1 plant need water, air, sunlight and space to grow، يعني النبات محتاج مية وهواء وضوء شمس وكمان سبيس يعني مساحة أو منطقة يقدر يكبر فيها. صعب كده؟ ركز كويس جدا على البلانت نيدز، ايه اللي النبات بيحتاجه؟ بيحتاج ووتر وإير سانلايت اند سبيس. تعالوا نكمل مع بعض يا شباب. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعرف ايه تاني عن البلانت نيدز او عن احتياجات النبات او عن البلانت بشكل عام، عن النبات بشكل عام. قال لي how do the structure of a plant use water, air and light
to perform life processes، يعني ازاي تركيبة النبات بتسمح له ان هو يستخدم المية والهواء والضوء علشان يقوم بالعمليات اللي بيحتاجها او العمليات الحيوية اللي النبات محتاجها واللي احنا كمان محتاجين ان النبات يقوم بيها علشان دي بتفيدنا. في البداية ركز معايا في الصورة، لان انا في lesson 1 بشرح لك basics، بشرح لك اساسيات علشان تبقى مستريح في concept 1.1، تمام؟ يعني lesson 1 اهم lesson معانا في الكونسبت ده، لاني بنتعرف فيها على الاساسيات بتاعة الجرين بلانتس او النباتات الخضراء، وكمان البلانت نيدز اللي احتياجات النبات. تعالوا كده نشوف الصورة الاول وبعدين نشرح. بص كده على الصورة دي، هتلاقي ان البلانت consists of two systems، النبات بيتكون من two systems، يعني جهازين او نظامين كبار. النظام اللي تحت الارض اللي انتوا شايفينه دوت اسمه root system. اسمه ايه؟ root system، النظام الجذري، اللي هو النظام اللي فيه الجذور. طيب والجزء الاخضر اللي فوق الارض اللي انتوا شايفينه دوت اسمه shot system، النظام الخضري، اللي هو الجزء الاخضر اللي باين فوق سطح الارض. طيب انا كده تعرفت على ايه هي السيستمز او الاجهزة او الانظمة اللي موجودة في البلانت. طيب تعالى نتعرف على parts of a plant، اجزاء النبات. قال لي عندنا root اللي هو الجذر، ودوت absorb water and minerals، بيمتص المية والمعادن from the soil، من التربة. بعد كده عندي stem اللي هو الساق، تمام، وده supports the plant، ده بيدعم النبات، بيخلي النبات واقف كده في مكانه وبيدعم النبات ويوصل كل الووتر والنيوترينتس او كل المية والمواد الغذائية للأجزاء المختلفة اللي موجودة في البلانت. كمان عندنا fruit اللي هي الثمرة. فروت هنا مش بمعنى فاكهة يا شباب، فروت هنا جاي بمعنى ثمرة، أي ثمرة، يعني أي نبات بيطلع ثمر. قال لي ديت protects the seeds، بتحمي البذور، لأن وإحنا بنفتح أي فاكهة أو أي نبات، تمام، بتلاقوا جواها seeds، بذور، هي دي اللي بتحمي البذور، والبذور ديت اللي إحنا بنستخدمها بعد كده في عملية الزراعة وبنزرع بيها النبات مرة تانية. قال لي كمان عندنا leaf أو leaves اللي هي الأوراق، كلمة leaf يعني ورقة، leaves يعني أوراق. طب الأوراق بتاعت النبات بتفيده في إيه؟ قال لي performs photosynthesis process، يعني بتقوم بعملية البناء الضوئي، العملية اللي النبات بيعمل فيها الأكل بتاعه. بعد كده يا شباب هنشوف الفلاور أو الزهرة، ومش كل النباتات بيكون فيها فلاور أو بيكون فيها زهور. طيب الزهرة ديت بتطلع فين؟ بتطلع في النباتات علشان تعمل إيه بقى؟ قال لي helps in reproduction، دي بتساعد في عملية التكاثر، هي دي الوسيلة اللي النبات بيعمل بيها reproduction أو بيعمل بيها تكاثر، تمام كده؟ بس ده مش علينا دلوقتي، أو الجزئية ديت مش علينا دلوقتي. كل اللي عايزك تعرفه إن plant consists of two systems، النبات بيتكون من جهازين، واحد اسمه root system واحد اسمه shoot system، وتعرف parts of plant، أجزاء النبات اللي هي root stem fruit leaf flower. بس كده، ده اللي أنا عايزك تعرفه دلوقتي. طيب تعالوا نكمل مع بعض ونشرح الأجزاء المطلوبة مننا. بيقول لي plant have roots stem leaves and sometimes flowers or fruits، يعني النبات عنده جذور وساق وأوراق، وأحيانا بيكون عنده flowers اللي هي الزهور، أو fruits اللي هي الثمار، تمام كده؟ يعني ممكن النبات يكون فيه flowers بس، أو ممكن يكون فيه fruits بس، تمام كده؟ تاني معلومة عايزين نعرفها، بيقول لي plant use this specialized structures to obtain their basic needs of water, air and light. يعني ايه؟ يعني النبات بيستخدم التركيبات الخاصة بتاعته دي، اللي هي الأجزاء المختلفة بتاعته دي، علشان ايه؟ obtain يعني يحصل على ال basic needs، اللي هي الاحتياجات الأساسية اللي هو محتاجها علشان ايه؟ to grow، علشان ينمو، صح كده؟ طب ايه ال basic needs؟ ايه هما التلات حاجات الأساسية اللي النبات محتاجهم علشان يكبر ويعيش؟ قال لي الووتر، المية، اير الهواء، لايت اللي هو الضوء أو الطاقة الضوئية اللي بياخدها من السن، تمام كده؟ طيب يا مستر، ايه المعلومات تاني اللي عايزين نعرفها عن الجزئية دي؟ each part of a plant has its own function، ان كل جزء في النبات ليه الوظيفة الخاصة بتاعته. its own function يعني وظيفته، كل جزء ليه وظيفته، كل جزء ربنا خلقه علشان يعمل حاجة معينة. قلت له طيب ازاي؟ انا محتاج توضيح. قال لي where the roots help the plant to get water and nutrients from the soil and the other parts
of the plant help it to survive. يعني ايه؟ يعني الجذور بتساعد النبات ان هو get يعني يحصل على. كلمة get زي كلمة obtain، الاتنين معناهم يحصل على. الwater والnutrients اللي هي المية والعناصر الغذائية او المواد الغذائية اللي النبات محتاجها من الصويل. يبقى الروتس هتاخد من الصويل، من التربة اللي النبات مزروع فيها، الwater والnutrients المية والعناصر الغذائية. طيب بقيت اجزاء النبات، قال لي help the plant to survive، بتساعد النبات ان هو ايه؟ يبقى على قيد الحياة، انه يفضل عايش. تمام كده؟ دي المعلومات الاساسية اللي عايزك تطلع بيها من السلايد دي او من الشريحة اللي انا بشرح منها دلوقتي، من الورقة اللي قدامك حاليا على الشاشة. تمام كده يا شباب؟ نتنقل للجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده يا شباب بيعرفني انا هدرس ايه في الكونسبت ده. تمام؟ بيقول لي in this concept، في المفهوم ده، we will study، هندرس المعلومات اللي هقولك عليها دي دلوقتي عشان تبقى عارف احنا هنتعلم ايه مع بعض. قال لي plant basic needs اللي هو الاحتياجات الاساسية بتاعت النبات، plant structure تركيبة النبات، parts of a plant اجزاء النبات، comparing plant and human systems هنقارن ما بين الاجهزة بتاعت النبات والاجهزة بتاعت الانسان. طب انهي جهاز اللي هناخده في الانسان؟ circulatory system الجهاز الدوري اللي هو مسؤول عن نقل الدم وكل المواد اللي الجسم محتاجها. تمام كده؟ طب اشمعنى circulatory system او الجهاز الدوري؟ قال لي علشان النبات عنده system بينقل بيه الووتر والنيوترينتس، المية والمواد الغذائية والكربون دايوكسيد اللي النبات محتاجه اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون لكل اجزاء النبات. فالسيستم اللي شبهه في جسم الانسان هو السيركولاتوري سيستم، الجهاز الدوري. علشان كده هنقارن ما بين السيستم بتاع النبات والسيستم بتاع الانسان. كمان هندرس الترانسبورت سيستم اوف بلانتس، نظام النقل في النباتات، ازاي المواد والمية بتتنقل في النباتات. كمان هنتكلم عن البلانت فود، طعام النبات او اكل النبات، ازاي النبات بيعمل اكله واكل النبات ده عبارة عن ايه. بعد كده هنتكلم عن flowers and seeds اللي هي الزهور والبذور. بعد كده هنتكلم عن السيد dispersal اللي هو كيفية انتشار البذور. تمام كده؟ عرفنا احنا هنتكلم عن ايه؟ جميل جدا. تعالوا بينا بقى نكمل الليسون بتاعنا. دلوقتي هنبدأ في activity number 2 او في النشاط رقم 2. بيقول لي 3 needs، احتياجات الاشجار. وجايب لي بنوتة صغيرة كده بتزرع شوية flowers او شوية زهور. انا اعتبر ان الزهور دي شجرة. بيقول لي look at the opposite picture then put right or wrong، وحط بعد كده علامة صح وغلط. بيقول لي both human and plant need food and water every day to survive، يعني كلا من الانسان والنبات محتاج اكل ومية كل يوم to survive، يعني علشان يفضل ايه؟ على قيد الحياة. يا ترى right ولا wrong؟ فكروا كده في السؤال. برافو عليكم. right، لا الانسان ولا النبات يقدروا يعيشوا بدون الفود الطعام اللي هما بياكلوه ولا الووتر المية اللي هما بيشربوها. صح كده؟ قلت له خلاص انا عرفت السؤال ده وعرفت الاجابة بتاعته، ان احنا الاثنين اللي هما الهيومن والبلانت الانسان والنبات need food and water، محتاج اكل ومية علشان يعيش. طيب ايه اللي احنا لسه مكملين عليه؟ قال لي دلوقتي في activity number 2 ديت محتاجين كمان نشرح معلومة مهمة. What does a plant need to survive؟ ايه الحاجات اللي النبات محتاجها علشان يظل على قيد الحياة يفضل عايش؟ قال لي بص كده على البيكتشر دي او على الفيجر ده، بص على الصورة دي وبعدين نتكلم في الكلام اللي مكتوب، وعايزك تحفظ الصورة دي كويس جدا وتاخد بالك منها. قال لي دلوقتي انا عندي الجرين بلانت، انا عارف ان هو بيتكون من روت stem leaves، صح كده؟ root بيعمل ايه؟ اللي هو الجذر. قال لي absorb water and minerals، بيمتص المية والمعادن اللي النبات محتاجها. وممكن بدل كلمة minerals دي نكتب nutrients، عناصر غذائية. تمام كده؟ طب وبعدين هيوصلهم للother parts، لجميع اجزاء النبات الباقية، بس بشرط ان النبات دوت يكون بياخد sunlight ضوء الشمس وبياخد من الهواء كربون دايوكسيد جاز اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب النبات لما ياخد السانلايت والكربون دايوكسيد والووتر والنيوترينتس او المينرالز اللي هي العناصر الغذائيه او المعادن، هيعمل بيهم ايه؟ هيعمل عمليه اسمها فوتو سينثيسيس بروسيس، اللي هي عمليه البناء الضوئي.
طب وبعدين؟ قال لي to produce علشان ينتج oxygen for respiration، يعني oxygen من أجل التنفس علشان نتنفس، and glucose، الجلوكوز ده اللي هو نوع من أنواع السكريات. ممكن نستبدل كلمة جلوكوز لأن دي بتتاخد في سن أكبر منكم شوية، ونكتب مكانها كلمة sugar، سكر. طب السكر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن plants food، طعام النبات، ده الأكل اللي النبات بيأكله بعد ما يعمل photosynthesis process، عملية البناء الضوئي، اللي النبات عشان يعملها محتاج فيها أربع حاجات: water، minerals or nutrients اللي هو المعادن، المية والمعادن أو النيوترينتس اللي هي العناصر الغذائية، ومحتاج الصن لايت، ومحتاج الكربون دايوكسيد. تمام؟ هيعمل بيهم الفوتوسينثيس بروسيس وينتج لي الأكسجين ليا أنا كهيومن أو للأنيمالز كمان للحيوانات، علشان إحنا الاثنين نعمل ريسبيريشن نتنفس، وينتج لنفسه الأكل بتاعه اللي هو شجر. تمام؟ ونوع السكر اللي النبات بيحتاجه اسمه جلوكوز. تمام كده يا شباب؟ طب تعال نقرأ بقى الكلام اللي مكتوب دوت ونترجم الكلام اللي احنا قلناه. بيقولي plants use the structure that are unique among living organisms to produce their own food using sunlight. يعني النباتات بتستخدم التركيبة الخاصة بتاعتها اللي هي بتبقى تركيبة يونيك، تركيبة فريدة من نوعها، موجودة في النباتات بس مش موجودة في أي كائن تاني، to produce علشان ينتج لنفسه ايه بقى؟ their own food، الطعام بتاعه. طيب هينتجه باستخدام ايه؟ قال لي using sunlight، باستخدام ضوء الشمس. تمام كده؟ قال لي كمان when a tree is planted، لما الشجرة بتتزرع، it begins to grow، بتبدأ تنمو، from a seeding، من لحظة ما تكون شتلة يعني نبات صغير بيبي plant كده، into a mature tree، إلى أن تصبح الشجرة mature يعني ناضجة، شجرة كبيرة يعني، depending on، بس النبات بيعتمد على some resources، بعض المصادر المهمة بالنسبة له، زي إيه؟ such as، مثل water، air، sunlight. طب هو محتاج التلاتة دول ليه؟ to make its food to survive، علشان يصنع طعامه من أجل البقاء على قيد الحياة. تمام كده يا شباب؟ المعلومات دي اتفهمت؟ خدوا بالكوا كل اللي انا بقوله ده basics، اساسيات في concept 1.1، يعني ما ينفعش ندرس الكونسبت ده بدون المعلومات المهمة اللي انا بقولها لكوا دي. دي هتريحكوا جدا في الست دروس الاولانيين اللي هم في concept 1.1. طيب تعالوا نكمل مع بعض، ودلوقتي هسألك سؤال check your understanding، يعني تعالى نختبر فهمكم. وطبعا انا مش هجاوب السؤال ده، زي ما انتوا عارفين الناس اللي متابعانا من السنة اللي فاتت واخدت معانا الساينس في جريد 4، انتوا عارفين ان السؤال بتاع check your understanding بستنى اجابات حضراتكم تتكتب في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. تمام كده؟ بيقول لي ايه بقى؟ circle the item that the plant needs to grow and survive، يعني اعمل دايرة على الشيء اللي النبات محتاجه علشان ينمو ويفضل على قيد الحياة. طبعا احنا قدامنا fruits، air، sunlight، meat، space، water، oxygen، vegetables. هتعمل لي دايرة على الحاجة اللي النبات محتاجها علشان يكبر. طبعا انت في الفيديو مش تعرف تعمل دايرة، بس تقدر تكتب لنا plant needs، احتياجات النبات، في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. هتكتب لي ايه الحاجات اللي النبات محتاجها في التعليقات اللي تحت الفيديو. تمام كده شباب؟ علشان اتأكد ان المعلومة وصلت لكم كويس وبشكل صحيح. تعالوا نتنقل للجزء اللي بعد كده. الجزء اللي بعد كده اللي هي الاكتيفيتي نمبر 5. ايه ده يا مستر؟ طب فين الاكتيفيتي اللي قبل 5؟ فين 3 وفين 4؟ اي اكتيفيتي رقمها مش موجود في الشرح يا شباب يبقى الاكتيفيتي دي اوبشنال، اختياريه للاطلاع فقط، ما هياش موجوده بشكل اساسي في المنهج بتاعنا. تمام؟ ودي معلومه تبقوا عارفينها علشان وانا بشرح في باقي الفيديوهات محدش يقول لي يا مستر انت نسيت اكتيفيتي او في نشاط معين حضرتك ما شرحتوش. اتفقنا؟ طب تعال نشوف بقى في اكتيفيتي نمبر 5. What do you already know about plant needs؟ ايه الحقيقي، الحاجات الحقيقيه او الفعليه اللي انت تعرفها عن احتياجات النبات؟ ايه اللي انت تعرفه عن احتياجات النبات؟ قال لي plants and animals، انا محتاج اعرف النبات محتاج ايه والحيوان محتاج ايه. تمام كده؟ وطبعا الانسان محتاج ايه. فاحنا في الجزئيه دي يا شباب هنتعرف على plant needs والanimal needs والhuman needs، احتياجات النبات، احتياجات الحيوان، واحتياجات الانسان. بيقول لي plant need water، air، sunlight and nutrients، النبات محتاج ميه وهواء
وضوء شمس وعناصر غذائية. From the soil يعني النيوترينتس ديت او العناصر الغذائية دي بيحصل عليها من التربة. As basic needs ودي احتياجات اساسية بالنسبة للنبات. To live and grow علشان يعيش وينمو. طيب بالنسبة لبقية الكائنات، اللي water and air are basic needs of plants, animals and humans. إنما المية والهواء دي احتياجات أساسية for every living organisms لكل الكائنات الحية. زي مين؟ النباتات والحيوانات والبشر. مفيش حد من التلاتة دول يقدر يعيش بدون مية ولا هواء. قلت له طيب بالنسبة للhumans and other animals يعني البشر والحيوانات الأخرى بتحتاج إيه تاني غير الووتر والإير؟ اللي need eat food محتاجة تاكل طعام. To gain energy علشان تحصل على الطاقة. And nutrients والعناصر الغذائية. To live and grow علشان تعيش وتنمو. تمام كده يا شباب؟ اتفقنا؟ نتنقل للجزء اللي بعد كده. قال لي يا مستر بس احنا مركزين في الكونسبت اللي هو 1.1 على البلانت نيدز على احتياجات النبات. ما هو انا جاي لك في الكلام اهو، هنركز دلوقتي على النبات بس. بيقول لي most plants معظم النباتات، يعني مش كلها بنسبة 100%، معظمها يعني اغلبها، get nutrients from soil بتحتاج او بتحصل على العناصر الغذائية من التربة. كلمة get يعني يحصل على، بتحصل على nutrients اللي هي العناصر الغذائية from the soil. And make their own food through a process known as photosynthesis process يعني، وبتصنع اكلها من خلال عملية تسمى عملية البناء الضوئي اللي هي photosynthesis process. لازم تحفظ الكلمة دي لانها هتتكرر كتير جدا. photosynthesis process، قسم الكلمة لثلاث مقاطع وانطقها على ثلاث حركات. photosynthesis process اتفقنا؟ ليه عملية البناء الضوئي. طب بتحصل فين العملية دي؟ في انهي جزء من النبات؟ اللي that takes place بتحدث in the plant leaves في الاوراق بتاعة الشجر. يعني ورق الشجرة هو اللي مسؤول عن انه يعمل عملية photosynthesis process ليه عملية البناء الضوئي. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. ادي البلانتس او الجرين بلانتس النباتات الخضرة كلها هي، وهنلاحظ في الصورة دي ان كل الحاجات اللي النبات محتاجها اللي هي البلانت نيدز متوفرة له. طيب تعالى نتكلم عن البلانت نيدز احتياجات النبات. بيقول لي plant needs some resources to live and grow such as، يعني النبات بيحتاج بعض المصادر علشان يعيش وينمو. زي ايه؟ قال لي such as يعني مثل nutrients العناصر الغذائية، water المية، كربون دايوكسيد جاز اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، وده found in air موجود في الهواء، sunlight ضوء الشمس. لو بصيت في الصورة هتلاقي sunlight وهتلاقي air وهتلاقي water وهتلاقي النيوترينتس اللي موجودة في الصويل اللي هي المواد الغذائية او العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة اللي النبات بيحتاجها. قال لي طيب هو هياخد منهم كم حاجة وهيعمل ايه؟ قال لي زي ما احنا اتفقنا في photosynthesis process اللي شفناها في الصورة اللي فاتت او في عملية البناء الضوئي، ان النبات بيحتاج الكربون دايوكسيد والووتر والمينرال سولتس او اللي هي النيوترينتس اللي هي المواد الغذائية او العناصر الغذائية، والسانلايت اللي هو ضوء الشمس، وبروديوس بينتج حاجتين، اكسجين جاز اللي احنا بنتنفسه تمام، بلس البلانت فود اللي هو طعام النبات اللي احنا سميناه ايه؟ شوجر، سكر، صح كده؟ احفظ الايكويشن دي كده مكتوبة على شكل ايكويشن، معادلة تمام. يعني البلانت محتاج التلاتة دول، فجبت التلاتة دول وقلت ده بلس ده بلس ده. طيب علشان يعمل بيهم ايه؟ يعمل photosynthesis process. طب علشان ينتج ايه؟ اكسجين وبلانت فود اللي هو شوجر. اتفقنا؟ الكربون دايوكسيد جاز الكيميكال سيمبل او الرمز الكيميائي بتاعه اسمه CO2 تمام؟ C اختصار كلمة كربون، وO اللي اختصار اكسجين. وهنا الاكسجين الكيميكال سيمبل بتاعه او الرمز الكيميائي اسمه O2 اللي هو غاز الاكسجين. اتفقنا؟ O اللي هي اول حرف من كلمة اكسجين. تمام يا شباب؟ دلوقتي لازم تتأكد كويس جدا انك حافظ الاربعة دول. دول البيزك بلانت نيدز، الاحتياجات الاساسية لأي بلانت او لأي نبات في الدنيا. طيب تعالوا نكمل مع بعض. طب يا مستر هو النبات مش محتاج سويل؟ مش محتاج تربة؟ تعالوا نعرف محتاج ولا مش محتاج. بيقول لي ان السويل may not have been included as a basic
plant need، يعني الصويل لا تعتبر من الاحتياجات الأساسية للنبات. طيب ليه؟ give reason، اذكر السبب. قال لي because، لأني some plants only grow in the water، في نباتات بتكبر بس في الماء، زي الووتر ليلي، نبات ورد النيل اللي انتوا كنتوا بتشوفوه في جريد فور في سنة رابعة، اللي كان بينمو في الايه، في الريفرز، في الانهار، في الفريش ووتر، في المياه العذبة. كان النبات ظاهر على وش المية كده والجذور بتاعته تحت المية. هل هو دلوقتي مزروع في صويل في تربة؟ لا طبعا. قال لي ده كمان مش بس كده، some plants grow on the other plants instead of having roots in the soil، ده في نباتات بتنمو على الساق بتاع نباتات اخرى، زي ما انتوا شايفين كده، نبات اهو مش مزروع في تربة، ده طالع على فرع شجرة، صح؟ يعني النبات ده بيكبر وهو على فرع شجرة، لا ليه جذور في التربة ولا مزروع في التربة. تمام كده؟ يبقى خد بالك من المعلومة دي، soil is not a basic plant need، التربة مش من الاحتياجات الأساسية اللي النبات محتاجها. اتفقنا كده يا شباب؟ نكمل مع بعض. قال لي طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن الـ plants and food، يعني النباتات والطعام بتاعها. طبعا احنا قلناه، بس طبعا كل معلومة او كل point بشرحها بالتفصيل واحدة واحدة، لان اول lesson ده اهم lesson عندكم في concept 1.1، فانا ماشي فيه بكل الديتيلز او بكل التفاصيل بتاعته step by step، خطوة خطوة كده معاكم. بيقول لي ان الـ plants make their own food which is a type of sugar that provides the plant with energy to grow، يعني النباتات بتصنع طعامها. طعامها ده عبارة عن ايه؟ قال لي a type of sugar، نوع من انواع السكر اللي انتوا شفتوه في الرسمة بتاعت الفود سينثيسيس بروسيس، نوع السكر اللي النبات بياكله اسمه جلوكوز. تمام؟ بس علشان الكلمة كبيرة على سنكم احنا بنستخدم كلمة sugar. تمام؟ يبقى الاكل بتاع النبات عبارة عن ايه؟ sugar، سكر. طب السكر ده هيدي النبات ايه؟ قال لي provide the plant with energy، بيزود النبات بالطاقة اللي هو محتاجها to grow علشان ينمو. قال لي كمان plants make their food، النبات بيصنع الطعام بتاعه اللي هو السكر، السكر in their leaves، داخل الأوراق بتاعة النبات. يعني السكر ده بيتصنع داخل أوراق النبات، يعني ورق النبات هو مصنع الطعام بتاع النبات. طيب إزاي؟ قال لي by means of، بواسطة photosynthesis process اللي هي عملية البناء الضوئي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. طيب ازاي يا مستر؟ محتاج توضيح اكتر. قال لي where، حيث، the roots of a plant absorb water and nutrients from the soil، جذور النبات بتمتص المية والعناصر الغذائية من التربة. طب وبعدين بتروح على فين بعد كده؟ قال لي water and nutrients، المية والعناصر الغذائية دي are carried from the roots، يعني بتحمل من الجذور، بتتشال من الجذور to the leaves، وتطلع لحد الأوراق بتاعة النبات. طيب من خلال مين؟ مين اللي هيوصل الورق بتاع النبات بالجذور؟ الستيم، الساق، through the stem، من خلال الساق بتاع النبات. يعني الروتس تاخد الووتر والنيوترينز، تمام؟ الستيم ياخد من الجذور الووتر والنيوترينز ويوصلها للليفز او للاوراق بتاعة النبات. تمام كده يا شباب؟ عرفنا النبات بيعمل اكله ازاي وايه نوعية الاكل اللي بياكلها النبات. نتنقل للجزء اللي بعد كده. قال لي الجزء اللي بعد كده هنلخص فيه عملية الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي هي عملية البناء الضوئي. تمام؟ نركز كده مع بعض. قال لي البلانت عند روتس، روتس ديت absorb water and nutrients، الجذور بتمتص المية والعناصر الغذائية، يبقى النبات محتاج nutrients ووتر، صح كده؟ كمان الليفز او الاوراق بتاعة النبات absorb، بتمتص الكربون دايوكسيد جاس from air and light energy from the sun، يعني اوراق النبات بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء وضوء الشمس من الشمس او الطاقة الضوئية من الشمس. وياخد الاربع حاجات دول، النبات ياخد الاربع حاجات دول ويعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي هي عملية البناء الضوئي to produce، علشان ينتج الاكسجين جاز والبلانت فود، طعام النبات اللي هو عبارة عن ايه؟ شوجر. تمام كده؟ الرسمة دي مهمة جدا يا شباب، نحفظها كويس، والمعلومات اللي انا قلتها دي تحفظوها كويس. ممكن يجي في الامتحان يسألك يقول لك ايه هو البلانت تيك، بياخد انهي جاز؟ طبعا تيك كربون دايوكسيد جاز، اند بروديوس، وبينتج انهي جاز؟ اكسجين جاز، صح كده؟ خد بالك بقى من التريكات الصغيرة ديت، ولازم تبقى حافظها علشان ما تقعش في مطبات او ما تغلطش وتخسر الدرجة بتاعة السؤال. طيب تعالوا نسألكم كده برضو
سؤال check your understanding، اختبار فهم. وطبعا أسئلة الـ check your understanding أو أسئلة اختبار الفهم أنا مش بحلها، مطلوب من حضراتكم تحلوا الأسئلة ديت وتكتبوا لي الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. بيقول لك classify the following items into basic plant need for photosynthesis or not basic plant need for photosynthesis. يعني إيه؟ قسم لي الحاجات اللي هتظهر قدامك دي إلى احتياجات أساسية علشان النبات يعمل عملية البناء الضوئي، واحتياجات مش أساسية علشان النبات يعمل عملية البناء الضوئي. طب إيه هي الحاجات اللي أنا هختار منها؟ water, sunlight, oxygen, sugar, forest, carbon dioxide. مطلوب إن إحنا نقسم الست حاجات دول لبيزك plant needs، احتياجات أساسية للنبات، ونوت بيزك plant needs، احتياجات مش أساسية بالنسبة للنبات. اتفقنا كده؟ هتوقف الفيديو تقرا السؤال كويس وتكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. ودلوقتي يا شباب هسيب لكم كل الكلمات المهمه اللي جت في ليسون 1، كل كلمه بالانجلش ومعناها بالعربي، ولازم نحفظ الكلمات دي انجلش وعربي ونحفظها قراءه وكتابه ونطق، لان انا لو معرفتش الكلمه ومعناها لما اجي اقرا الاسئله مش هعرف اترجمها، ولو انا في اجابه معينه في دماغي مش هعرف اترجمها من عربي الانجليش واكتب الاجابه، وبالتالي مش هعرف احل ساينس وهقول على الساينس ماده صعبه. لازم حفظ الكلمات ضروري جدا يا شباب. في نهايه كل حلقه هسيب لكم تيبل زي ده، جدول زي ده كده، في كل الكلمات المهمه او كل الكلمات الصعبه اللي هي جديده عليكم، او حتى الكلمات اللي هتساعدكم في ان انتم تعرفوا تقروا الأسئلة لوحدكم وتترجموها لوحدكم وتكتبوا الإجابة اللي موجودة في مخكم. تمام كده؟ لحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بشكل بسيط وسهل وسريع، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.